السلام عليكم طلبة وطالبات الصف الأول إعدادي. إن شاء الله النهاردة في الفيديو ده هشرح لك منهج اللغة الإنجليزية بالكامل. طيب النهاردة حصة مراجعة على المنهج بالكامل، هنتكلم على الست وحدات، على القواعد بتاعتهم، إزاي نقدر نحل في الامتحان، ودي أهم حاجة لأن خلاص الامتحان قرب، مفيش وقت بقى إن أنا أشرح لك القاعدة بالتفصيل. هنكتب في الورقة هنا قدامنا كل يونت لوحدها وإزاي تقدر تحل عليها لو جالك منها أسئلة. طيب نبدأ مع بعض على طول يا شباب. يونت 1 عندي فيها قاعدتين، القاعدة الأولى اللي هي البروناونز اللي هي الضمائر يا شباب، ودي معتمدة في الأساس على الحفظ، والقاعدة الهامة عندي والقاعدة رقم 2 اللي هي البريزنت سيمبل. إيه هو البريزنت سيمبل ده يا شباب؟ اللي هو زمن المضارع البسيط. خلي بالك الزمن ده مهم جدا وبيجي منه في الامتحان، فركز معايا كده وأنا بشرحه لك على مهلي علشان خاطر تفهم كل كلمة بنقف عليها. بريزنت سيمبل اللي هو زمن المضارع البسيط. هقول لك شوية معلومات كده، هي معلومات بسيطة لكن محورية جدا. خلي بالك، خليك فاكر كده ان الزمن ده هو الزمن الوحيد يا شباب اللي بيقسم لي ضمائر الفعل. طبعا كلكم عارفين ايه هي ضمائر الفعل، اللي هي اي وي يو ذي وهي وشي وات. بيقسمها لي لايه؟ بيقسمها لي لضمير فاعل جمع وضمير فاعل مفرد. يبقى ده الزمن الوحيد اللي بيقسم لي ضمائر فاعل لجمع ومفرد. مع بعض كده يا شباب، ايه هي ضمائر فاعل الجمع؟ نفتكر مع بعض، عندي اي وعندي وي وعندي يو وعندي ذي، هم الأربعة دول بس اللي بيعتبروا جمع. طبعا اي وي يو ذي، وبنقول معاهم كمان اي اسم جمع. اي اسم ايه؟ جمع. زي مثلا كلمة children، كلمة girls boys، اي كلمة من كلمات الجمع بتعتبر زيها زي اي وي يو ذي فاعل جمع. ماله بقى الفعل الجمع ده يا مستر؟ فعل الجمع يا شباب دايما بيجي ورا الفعل فين؟ في المصدر، وده زمن اسمه زمن المضارع البسيط. طيب امتى اختار الفعل في المصدر؟ لما يكون عندي الفعل ايه يا شباب؟ جمع. طب ايه هو الفعل في المصدر؟ طيب نفتكر، فعل في المصدر هو الفعل بدون اي اضافات، يعني يذهب معناها جو، مفيش هنا اي اضافات يا شباب، مفيش اس ولا اي دي ولا اي ان جي. طيب يلعب عندي معناها بلاي من غير اي اضافات. طب امتى الفعل هيجي بدون اي اضافات؟ لو الفعل جمع. يعني معنى كده يا مستر ان انا اول ما يجي لي سؤال عيني على مين؟ عيني على الفعل، يبقى انا اركز كده وابص على الفعل ده كويس، اشوف الفعل ده جمع ولا مفرد. السبجكت بتاعي طلع جمع اللي هو الاي والوي واليو والذي، اول اسم اللي جاي في اول الجمله جمع، يبقى الفعل هيجي فين يا شباب؟ في المصدر. يعني ايه فعل في المصدر؟ بدون اي اضافات. طيب سامع حد بيسالني بيقول لي يا مستر لو الفعل بقى جالنا مفرد اللي هو هي وشي، برافو عليكم، ات. لو الفعل هنا جه عندي مفرد، يعني حطيت عيني على الفعل زي ما اتفقنا الزمن ده واحنا ماشيين كده نحط عينينا على الفعل، حطيت عيني على الفعل يا شباب لقيت الفعل عندي مفرد، او نقدر نقول برضو اي اسم مفرد زي واحد اسمه علي، احمد، اي اسم مفرد او ضمير فاعل مفرد، على طول وانا مغمض عيني كده يا شباب هنا بنحط للفعل حاجه في الاخر كده اسمها اس، بنضيف للفعل ايه يا شباب؟ اس. يعني اقدر اقول فعل في المصدر وبحط في الاخر فيه ايه يا شباب؟ اس، اللي هي اس المضارع البسيط. وانا دايما كنت بقول لك present simple المضارع البسيط في الفعل بنضاف له اس لو الفاعل مفرد. يبقى تاني كده القاعده دي نفهمها كويس، اي وي يو ذي الفعل بيجي فين؟ في المصدر، هي وشي وات فعل بنضيف له اس. طيب الحاله دي في الجمله اسمها حاله الاثبات. عارفين الجمل ثلاث انواع، اثبات ونفي وسؤال. طيب الجمله المثبته يا شباب، عايز اقول مثلا انا العب شطرنج، هقول اي بلاي تشيس. ليه قلت بلاي؟ عشان الفعل عندي يا شباب اي، واي دي بتعمل معامله الجمع. طيب عايز اقول هو يلعب شطرنج، هنا لازم اقول هي يلعب، هنا ما اقولش بلاي بقى، احط لها اس في الاخر فتبقى هي بلايز. هندي امثله وهنعرف ازاي بتيجي في الامتحان وهنتمرن عليها دلوقتي، بس الاول بفكرك بالزمن بشكل عام كده وبدي لك الزمن بسرعه واشرحه لك. طيب دي جمله مثبته يا مستر. هو في جمله اسمها جمله منفيه، ايه هي بقى جمله النفي؟ جمله النفي يا شباب ان انا عايز اقول هو لا يلعب كره، انا لا العب، لا اعمل، لا اجري، هنفي الفعل ده. طب ده بيتم ازاي؟ برضو بنحط فاعل جمع وفاعل مفرد، فاعل جمع وفاعل ايه يا شباب؟ مفرد. طيب الفعل الجمع عندي هنا هيجي ورا ايه؟ الفعل الجمع يا شباب عشان اقول لا هيجي بعد منه كلمه اسمها دونت، يبقى انا بنفي هنا بكلمه ايه في الجمع؟ بكلمه دونت. خلي بالك بقى دونت دي لها شرط، دونت دي بيجي وراها دايما الفعل فين؟ في المصدر، يبقى دونت هيجي وراها يا شباب المصدر، وده شرط مهم جدا ولازم تبقى حافظه. دونت من الكلمات اللي لها شرط بيجي وراها الفعل فين؟ في المصدر. يبقى لما اجي انفي ويكون الفعل عندي جمع بستخدم كلمه اسمها دونت وبيجي وراها الفعل فين؟ في المصدر. يعني احنا قلت هنا شباب اي بلاي فوتبول، هنا بقى اقول ايه؟ اي دونت بلاي فوتبول، واقول الفعل في المصدر بعد دونت، يبقى دونت بيجي ورا الفعل فين؟ في المصدر، ومعناها لا. طيب بالنسبه للفاعل المفرد، الفاعل المفرد يا شباب هيجي وراه كلمه ثانيه بس مش دونت، هيجي بعد منه كلمه اسمها دازنت.
doesn't بستخدمها مع المفرد. حد بقى هيقول لي مستر doesn't هنا هيجي وراها الفاعل مضاف له اس، هقول لك لا خلي بالك هيجي فاعل في المصدر. يعني ايه بقى فعل في المصدر؟ امال الاس راحت فين يا مستر؟ قال لك الاس doesn't سرقتها. انا دايما اقول للطلبه كده عشان يفتكروها، الاس اللي كنا بنحطها مع الفعل المفرد في حاله النفي ما بحطهاش. ليه؟ ده شرط ال doesn't ان يجي وراها الفعل فين يا شباب؟ في المصدر. يبقى doesn't دي بنقول عليها كده انها بلطجيه، بيجي وراها الفعل في المصدر. هي لها شرط كده يا شباب ان لازم يجي وراها الفعل في المصدر. يبقى عندي فعل مفرد بيجي بعد منه doesn't والفعل فين؟ في المصدر. وبرده معناها لا، يعني عايز اقول هو لا يلعب هقول بقى ايه؟ هي كنا بنقول هي بلايز، طيب هنا هنقول هي دازنت بلاي، بلاي في المصدر. اتفقنا؟ طيب يا مستر دي حاله الاثبات ودي حاله النفي. لسه عندنا حاله اخيره يا شباب وهي حاله السؤال. حاله السؤال دي بقى دي مهمه جدا اللي هي بنرمز لها بالعلامه دي وبنقول ان احنا بنبدا السؤال بدو او نبداه بداز. طيب حد هيقول لي لو بدات بدو هيبقى دو في اول الجمله معناها ايه يا شباب؟ هل. برافو عليكم. طيب دو بقى هيجي بعدها ايه؟ لما ببدأ السؤال دايما بدو لازم يجي بعدها الفاعل، يجي بعدها مين يا شباب؟ الفاعل. طب الفاعل الجمع ولا المفرد؟ دو بيجي وراها فاعل مين؟ جمع. برافو عليك، يبقى فاعل ويكون جمع اللي هو اي وي ويو زي. اوعى تنسى. طيب الشرط بتاعها الاساسي ان دو برضو بيجي وراها الفعل في المصدر، بس ده بيكون سؤال. يبقى هنا اقول لك دو يو لايك، دو يو لايك بيتزا مثلا، هل انت بتحب البيتزا؟ خلاص يبقى ده السؤال في حاله الفاعل الجمع بسأل بدو. طيب لو الفعل عندي مفرد هسأل هنا بكلمة ايه يا شباب؟ بدز. يبقى الفعل عندي يا اما يكون بدو يا اما يكون بايه؟ بدز. السؤال عندي في المضارع البسيط يا اما يكون بدو معناه هل او دز معناه هل. طيب دو ليه؟ عشان دو بيجي وراه فاعل جمع. طب دز ليه؟ عشان بيجي بعدها فاعل مفرد، وبرده الاثنين هيجي وراهم فعل فين يا شباب؟ في المصدر. خلاص؟ يبقى انا هقول لك معلومة مهمة جدا ان النفي والسؤال بيجي وراهم الفعل فين؟ في المصدر. اوعى تنساها، النفي والسؤال بيجي وراهم الفعل فين؟ في المصدر. وطبعا ممكن يجي عندي برضه سؤال بأداة استفهام، وفي الحالة دي يا شباب لما بيجي عندي أداة استفهام هنقولها هنا كده بسرعة، أداة استفهام اللي هي معناها وات وير وين، طبعا انتوا عارفين أدوات الاستفهام. ممكن هنا بقى يجي دو كفاعل مساعد، دو كفاعل ايه؟ مساعد، وبعدين فاعل جمع، وبعدين فعل فين يا شباب؟ في المصدر. دي حالة ممكن تجيلي برضه نفس الكلام هنا، بقول أداة الاستفهام وداز كفعل مساعد وفعل مفرد، هي هي دي وبكملها بعد إيه؟ أداة الاستفهام. طيب ناخد أمثلة بقى على اللي هيجيلي في الامتحان. لما يجيب لي في الامتحان يا شباب باختصار كده يقول لي مثلا أحمد ويقول لي نقط بلاي تشيس. طبعا كلمة تشيس اللي هي معناها الشطرنج. عايز يقول لي أحمد لا يلعب شطرنج. ايه اللي عرفت ان الجمله دي منفيه؟ انا عندي هنا شباب بلاي جايه فين؟ في المصدر. بلاي جايه في المصدر واحمد ابص عليه فاعل ايه؟ مفرد. طالما فاعل مفرد يبقى هنفي، هنفي بدونت ولا بدازنت؟ برافو عليك، هنفي بايه؟ بدازنت. يبقى الاجابه هنا هتكون ايه يا شباب؟ هتكون دازنت. خلي بالك هو هيجيب لك طبعا اختيارات، انت بتحل باختيارات، انا هنا بشرح لك عشان كده بصعب عليك الدنيا، لكن هو هيجيب لك هنا دونت ولا دازنت ولا مثلا ديدنت، فانت على طول عارف ان ده زمن مضارع بسيط والفعل جاي في المصدر والفعل عندي ايه؟ الفعل عندي يا شباب مفرد، يبقى استخدم doesn't لان هي اللي تيجي مع المفرد. هنا اقول له احمد doesn't play. طيب ممكن يديني سؤال تاني؟ ممكن هنا يديني سؤال صعب شويه فيقول لي مثلا they ويقول لي بعد كده don't، هنا بينفي نقط ويقول لي هنا شباب healthy food اللي هو الطعام الصحي. خلي بالك هنا عايز يقول لك يعني هم ما بياكلوش طعام صحي، بينفي برضه. احنا اتفقنا ان دونت هنا لها شرط، اول ما اشوفها بيجي وراها الفعل فين؟ في المصدر. اوعى تنسى المعلومه دي. يبقى هنا هستخدم ايت ولا ايتس ولا ايتنج، هو بيلخبطني طبعا ويجيب لي حاجات غلط. حد هيقول لي يا مستر ده دونت من شروطها ان بيجي وراها الفعل فين؟ في المصدر. وانا مغمض عيني على طول يا شباب هستخدم كلمه ايه؟ ايت. يبقى هنا في المضارع البسيط لو انت مذاكر القاعده دي كويس هتعرف تحل. ايه القاعده بتاعتنا؟ نراجع عليها تاني. I, we, you, they بيجي وراهم الفعل فين؟ في المصدر. دي في حالة الإثبات. زي مثلا ما أقول لك I، هاجي هنا أقول لك I eat، فاللي جاي فين؟ في الإثبات. ليه؟ عشان الفاعل جمع. I eat pizza مثلا. حد بياكل بيتزا كل يوم متعود إن هو ياكلها، فهنا خلي بالك ده الفاعل جاي جمع، عشان كده الفعل جاي فين؟ في المصدر. يبقى أنا بحقق القاعدة. I بيجي وراه الفعل فين؟ في المصدر. طب لو الفعل كان مفرد يا شباب؟ هنا أقول لك he، هقول ايت ولازم اضيف لها ايه في الاخر يا شباب؟ اس. حد يقول لي الاس دي بتاعت ايه يا مستر؟ اقول لك الاس دي بتاعت المضارع البسيط عشان الفاعل عندي ايه؟ مفرد. لما يكون فاعل مفرد بضيف اس للمضارع البسيط. انا باكد الاس دي لا لها دعوه بجمع ولا بمفرد.
الاس دي اسمها اس مضارع بسيط، يعني دي معناها هو ياكل ودي معناها انا اكل، مفيش اي مشكله. وهكمل جملتي عادي يا شباب، هي ايتس بيتزا. خلاص اتفقنا كده في المضارع البسيط. عندنا مراجعه بسرعه كده على الزمن، الوحده الاولى الفاعل الجمع اي وي يو زي بيجي وراه الفعل في المصدر، المفرد هي شي ات بيجي وراه الفعل مضاف له اس، بعد كده في حاله النفي بنفي بكلمه اسمها دونت، وهنا بنفي بكلمه اسمها ايه يا شباب؟ دازنت. في حاله السؤال بسال بدو في الجمع، ومع المفرد بسال بداز. طيب ندخل بقى بعد كده يا شباب عندي على الوحده الثالثه. خلي بالكم معايا كده في جزئيه بس اخيره هقولها لك في زمن المضارع البسيط. انا عندي فيه كيوردز يا شباب، الكيوردز دي مكانها بيجي فين؟ لما اقول لك مثلا، لما اقول لك هنا مثلا اي اولويز، دي معناها انا دائما، اي اولويز ايت فيش، واحد دايما بياكل سمك فبيقول لك انا دائما اكل فيش. خلي بالك هنا اي دي اللي هي الفاعل، خلي بالك بقى ده اسمه ظرف التكرار، ظرف الايه؟ التكرار. ده كل وظيفته بس بيعرفني الزمن، كل وظيفته بيعرفني الزمن. طيب ظرف التكرار ده يا شباب بيجي لي هنا في الجمله فين؟ مكانه فين؟ بين الفاعل والفاعل الاساسي، عشان كده بقول لك ظرف التكرار مكانه فين؟ بنقول بين الاثنين، بين ايه يا شباب؟ الاثنين اللي هو الفاعل والفاعل الاساسي. خلي بالك ظرف التكرار always usually often sometimes never، كل ظروف التكرار دي بتيجي قبل الفعل الاساسي، قبل الفعل الايه؟ الاساسي. يبقى دي كانت اخر جزئيه في زمن المضارع البسيط. بعد كده الوحده الثانيه عندي يا شباب بتتكلم عن حاجه مهمه جدا وهي اس الملكيه. خلي بالك اس الملكيه دي موضوع سهل بس محتاج بس انك تركز معايا ثانيه. انا هقول لك على شويه معلومات كده مهمه تحفظها معايا دلوقتي، هتلاقي الموضوع بالنسبه لك ما فيش اي مشكله. اولا يا شباب انا عندي نوعين من اس الملكيه. اس الملكيه يا اما تيجي لي الابوستروفي بعدها اس، يا اما تيجي لي الاس في الاخر الكلمه وبعدها الابوستروفي بالشكل ده. امتى بقى اختار دي وامتى اختار دي؟ خلي بالك كل الاسماء، كل الاسماء يعني يجي يقول لي علي بوك، طبعا ما ينفعش اقول كتاب، عايز اقول كتاب علي، لازم احط الاس الملكيه. خلي بالك لما يجي لك اسم زي كده احط له على طول الابوستروفي اس، تمام؟ يبقى اقول لك علي سبوك. طيب اقول لك مثلا احمد، نفس الكلام يا شباب، طالما الكلمه، طالما الاسم ده مش منتهي باس واسم علم مش منتهي باس بحط الابوستروفي اس، اتفقنا؟ يبقى اي اسم مفرد، وهنا بقولها لك هنا نستخدم الابوستروفي اس للملكيه بعد الاسم المفرد غير المنتهي باس اللي هو بالشكل ده. هنا بقول لك عادل سبوك، احمد، احمد سباك. يبقى اول نقطه عندي لو عندي اسم شخص، اسم شخص مش منتهي باس بحط له ابوستروفي اس عادي كده، اتفقنا؟ دي سهله، دي واضحه كده ما فيهاش اي حاجه. طيب الجزئيه الثانيه برضه اللي بحط فيها ابوستروفي اس، لو بقى احنا قلنا ده اسم مفرد، اسم ايه يا شباب؟ مفرد. لو افرض عندي اسم جمع مش منتهي باس، ايه ده؟ هو في اسماء جمع ما بتنتهيش باس؟ اه اسمها اسم جمع شاذ، زي كلمه مثلا يا شباب children اطفال. خلي بالك كلمه اطفال دي ما بتنتهيش باس بالرغم من كده انها جمع. يبقى هنا هعمل ايه؟ هنا برضه هحط الابوستروفي اس. يبقى امتى بقى بستخدم الابوستروفي اس دي يا شباب؟ مع اي اسم مفرد لا ينتهي باس او اسم جمع شاذ برضه لا ينتهي باسم. خلاص يا شباب؟ يبقى هنا بحط الابوستروفي اس. طيب امال الاس ابوستروفي دي بستخدمها مع ايه بقى؟ دي برضه اس ملكيه يا شباب بس الابوستروفي بتتحط بعد الاس بالشكل ده، ودي بستخدمها مع الاسماء الجمع، الاسماء الجمع اللي بتنتهي بحرف الاس. يبقى اي اسم جمع بينتهي باس زي كلمه تيتشرز، هنا احط تيتشرز، احط الابوستروفي بعد الاس، احط الابوستروفي ايه؟ بعد الاس. او ممكن اسم مفرد وبينتهي بحرف الاس زي كلمه لاميس، هنا حاطط لك الابوستروفي بعد الاس عشان هي اصلا كلمه لاميس بتنتهي بحرف الايه؟ الاس. او كلمه ايناس مثلا بنت اسم مفرد لكنها بتنتهي بحرف الاس، ففي الحاله دي يا شباب بستخدم معاها ايه؟ اس الملكيه اللي هي في اخرها ابوستروفي. يبقى احنا اتفقنا اول ما الاسم يكون اي اسم جمع، اي اسم منتهي باس بحط بعد منه الابوستروفي كده وخلاص، ويبقى دي اسمها اس الملكيه، تمام؟ والحاله اللي بتيجي في الامتحانات كتير هي الحاله الاولى اللي انا قلت لك عليها، اسماء الاشخاص تحط ابوستروفي اس بعد الاسم طالما الاسم ده يا شباب مش منتهي باس. طيب دي كانت باختصار اخر جزئيه في يونت 2 او جزئيه يونت 2 اللي هي اس الملكيه. بعد كده يا شباب عندي قاعده مهمه جدا في الوحده الثالثه. ندخل مع بعض كده يا شباب على يونت 3. يونت 3 اللي هي بتتكلم عندي عن هاز جود وهاف جود. ركز معايا كده في اللي انا اقوله لك. انا عندي حاجه يا شباب اسمها هاف جود وهاز جود. اهم حاجه انك انت تبقى عارف ان اي وي ويو وذي بياخدوا ايه يا شباب؟ بياخدوا معاهم حاجه اسمها هاف جود.
دي معناها عنده بتتكلم عن السمات، توصف السمات. يبقى عندي اي جمع، اي اسم جمع بيجي معاه هاف جود. طيب لو الاسم ده مفرد زي هي او شي او ات، لا في الحالة دي بقى بيجي معاهم هاز جود، اللي هي تعتبر المفرد من هاف، اللي هي هاز جود. طبعا يا شباب هنا اي اسم مفرد وهنا اي اسم ايه جمع، يبقى اي وي يو زي اي اسم جمع بناخد بعد منه هاف جود، هي شي ات اي اسم مفرد بيجي بعد منه هاز جود. طب تعالى ناخد مثال على الكلام ده، يقول لي هنا اي هاف جود، اي هيقول لي نقط جود تمام، ويقول لي مثلا يا شباب كيرلي هير، يبقى بيتكلم بيقول لك انا عندي شعر مثلا كيرلي مجعد خلاص، يبقى هنا بيقول لي اختار هاف ولا هاز، هيجيب لي في الاختيارات هنا هاف او هاز. قبل ما اختار بعمل ايه؟ زي ما اتفقنا على طول بحط هنا على مين؟ على الفاعل، ده هيديني نص الاجابه. الفاعل ده جمع ولا مفرد؟ جمع، بيعامل معامله الايه؟ الجمع. طب الجمع بياخد ايه يا شباب؟ بياخد هاف، يبقى الاجابه عندي هنا هاف. اظن سهله وواضحه، كل الموضوع ان هو بيسالك ايه اللي بياخد هاف وايه اللي بياخد هاز، وممكن تحفظه معايا دلوقتي مش لازم تحفظه في البيت، نحفظه مع بعض يا شباب. اي وي يو ذي هاف جود، هي شي ات هاز جود، اتفقنا؟ طيب خدنا المثال على كده. طيب المثال بتاع هاز جود هتقول لي شي هاز جود وتكمل بقى الجمله، خلاص يا شباب؟ طيب لما احب انفي الجمله دي بنسميها جمله مثبته. بحب انفي بقى، يعني اقول هي ما عندهاش شعر كيرلي، او اقول هو او انا ما عنديش كذا. انفي ازاي؟ هستخدم هنا طالما عندي هاف جود وهاز جود بستخدم معاهم نوت اللي هي الان ابوستروف تي، فهنغيرها بقى تبقى اي وي ويو وذي، الجمع كله يا شباب زي ما احنا اتفقنا، بيجي بعد منه كلمه اسمها هافنت، احط لها بس الان ابوستروف ايه تي، يبقى في النفي بستخدم كلمه هافنت اللي فيها ان ابوستروف تي، او اي اسم جمع يا شباب بينفى عايز اقول ما عندهاش، ولازم طبعا اساسي عندي كلمه جوت، وخلي بالك بتيجي في الكوريكت وبيغيرها لك، يجيب لك جيت ترجعها له جوت، هي الكلمه في تصميمها كده اسمها هاز جوت وهاف جوت. طيب في النفي بقول هافنت جوت، هافنت جوت. حد شاطر هنا يا مستر هيقول لي؟ هقول له برده هي وشي وات، احنا خلي بالك نفينا الاولى دي بايه؟ بهافنت. طب دي هتبقى ايه؟ هاز برده، واحط لها ان ابوستروف تي تبقى هازنت. خلاص كده يا شباب، يبقى النفي عندي هنا سهل ما فيهوش اي حاجه بتتغير غير ان انا بحط لها بس ان ابوستروف تي. يبقى هافنت جود معناها ما عندهاش، هازنت جود ما عندهاش. انا بوصف حد بقول ما عندوش شعر طويل، ما عندوش شعر قصير، ما عندهاش، يبقى هنا كلمه هازنت جود وهافنت جود. برضو اللي حافظ دي حافظ دي، اللي حافظ دي ايه؟ حافظ دي، لان السؤال بيجي عليها نفس الموضوع اي هافنت جود، نفس القصه بالظبط. طيب اخر حاله عندي بقى يا شباب اللي هي حاله السؤال. خلي بالك حاله السؤال هنا طالما عندي هاف وعندي هاز بسال بقى في الاول، يا اما بهاف يا اما بهاز، وفي الحاله دي معناهم ايه؟ معناهم هل، معناهم ايه يا شباب؟ هل. وهاب بيجي بعدها فاعل برافو عليكم جمع، وهاز بيجي بعدها فاعل مفرد. اهم حاجه بقى ان الاثنين دول يا مستر بعد ما بيجي فاعل جمع وفاعل مفرد بيجي بعدهم كلمه ايه؟ جوت. يبقى عايز اقول مثلا هاب يو جوت، هاف يو ايه جوت، او هاز شي جوت، اتفقنا؟ وبعدين بقى بقول الصفه اللي عندي، الصفه اللي عندي، اقول لك مثلا لونج هير مثلا، شعر طويل، فهنا بقول الايه؟ الصفه اللي عندي لونج هير، وده كده سؤال. هل انت عندك شعر طويل او هل هي عندها شعر طويل؟ اتفقنا؟ كل اللعبه لعبه مفرد وجمع، اللعبه لعبه ايه؟ مفرد وجمع. كفايه عليك بس انك تعرف ان اي وي يو ذي بيجي وراهم يا شباب الفعل. طبعا اي وي يو ذي بيجي وراهم هاف، هاف جود، وهي وشي وات بيجي وراهم هاز جود، وفي النفي هافنت جود وهازنت جود. السؤال لو الفعل جمع بسال بهاف، يعني في السؤال باختصار كده هتحط لي عينك هنا. على مين؟ على الفاعل اللي بعد الكلمه ده، لو لقيته فاعل جمع بتحط هاف. ايه هو الفاعل الجمع؟ اي بي يو ذي. طيب ده كان شرح سريع للجزء الاول في يونت 3، الجزء الاول عندي اللي هو هاف جود وهاز جود بالتفصيل شرحناه زي ما هو كده. وفي امثله جايبها لي هنا شباب، بيقول لي هنا اي هاف جود شورت كيرلي هير، خلي بالك هنا خدت هاف عشان اي ايه؟ تعتبر جمع. طيب هنا ذي تاخد ايه؟ هافنت، برافو عليكم. ماي داد دي مفرد يبقى استخدم هازنت. اللعبه كلها لعبه مفرد وجمع، لعبه مفرد وايه؟ وجمع. اي هنا في السؤال بيقول لي هاف يو، الفعل هنا جمع عشان كده سالنا بهاف. طيب هنا هاز يو، هاز يور فازر، يور فازر دي بقى مفرد يا شباب، يور فازر يعني والدك، هنا بيقول لك هل والدك، يعني هنا بنستخدم كلمه ايه؟ كلمه هاز عشان الفعل هنا يعتبر مفرد. طيب هنيجي بعد كده نكمل الجزء الاخير، عندي جزء سهل جدا في الوحده الثالثه اللي هو كان وكانت. خلي بالك بقى معايا هنا مهم جدا، اي فعل اي وي يو زي هي شي ات مفيش جمع على المفرد بقى، بيجي بعد منه كلمه اسمها كان
معناها يستطيع، كان معناها ايه؟ يستطيع. الشرط الاساسي ليها ان بيجي بعدها الفعل فين؟ في المصدر، بيجي وراها مصدر الفعل. يبقى كلمة كان يا شباب من الكلمات اللي بيجي بعدها المصدر، كان من الكلمات اللي بيجي بعدها ايه؟ المصدر. زي ما احنا عارفين المصدر هو جو بلاي ايت، الفعل زي ما انت حافظه. طيب هنا، طيب الفعل عندي اي فعل بيجي بعده كان، معناه يستطيع، وبعدين الفعل فين؟ في المصدر. طب عايز اقول لا يستطيع، عايز انفي، في النفي دي جمله بنقول عليها جمله مثبته، عايز انفي برضو هنا بجيب فاعل اي فاعل برضو، وبجيب كلمه كان يا شباب وبحط لها بس ابوستروفي تي، بيبقى اسمها كانت. اسمها ايه؟ كانت. كانت هنا دي منفيه، لا يستطيع، بعدها على طول برضو بيتحط الفعل فين؟ في المصدر. يبقى كان وكانت بيجوا وراهم فعل فين؟ في المصدر. دي جمله مثبته ودي جمله منفيه. حد يسالني يقول لي السؤال، هقول لك كان دي اصلا من الافعال الناقصه، ممكن اسال بيها ويكون معناها هل يستطيع. هنا يا شباب هبدا اسال بكلمه كان، يبقى في السؤال الحاله الاخيره هسال بكان، واقول لك هيجي بعدها بقى الفاعل، وبعدين الفعل في المصدر، وبعدين مصدر الفعل. طيب ناخد مثال عليها بسرعه كده عشان القاعده دي مهمه جدا، ودي حاله اسمها حاله السؤال. هنيجي نقول مثلا اي كان بلاي، واحد بيقول لك انا اقدر العب تشيس، شطرنج. خلاص تعال نحلل الجمله دي كده يا شباب. اي فاعل، كان معناها يستطيع، لازم يجي ورا الفعل فين؟ في المصدر. هنا السؤال بيجي هنا، شيل لك دي وجيب لك الفعل في المصدر. طيب عايز ينفي، هيقول لك اي كانت، برضه الفعل فين؟ في المصدر. يبقى كان وكانت يا شباب بيجي وراهم مصدر الفعل اللي هو بلاي زي ما هي، واكمل جملتي عادي. طيب في حاله السؤال، في حاله السؤال بقول كان واسالك انت بقى، فبقول لك يو كان يو بلاي. حد بيسالك بيقول لك هل انت تقدر تلعب تشيس شطرنج، وبيحط لك في الاخر علامه استفهام. خلي بالك ان احنا شرحناه ده مهم جدا، والسؤال فيه بيجي فيه ازاي، ان اهم حاجه كان بيجي وراها مصدر الفعل. مصدر يا شباب؟ الفعل. وخلي بالك مصدر الفعل ده من الكلمات اللي بتيجي بعد كان، زي بلاي جو ايت. طيب كده الوحده اللي خلي بالك برضو ده سؤال، السؤال ده بجاوب عليه بيس اور نو، دي اخر حاجه، يس او نو. طيب يس معناها ايه؟ معناها نعم ايوه. طيب هنا بنعكس ده مع ده، فتبقى يس اي، طبعا اليو بتتحول في الاجابه لاي، وكان بتنزل زي ما هي. خلي بالك اللي بجاوب بيه هو هو اللي انا بسال بيه. انا سالت بكان، لازم يبقى عندي كان فين؟ في الاجابه. طيب لو هقول نو برضو هي هي، هقول نو اي، بس هنا هقول كانت. ليه بقى النفي؟ عشان انا نفيت وقلت نو، يبقى نو بيجي معاه ان ابوستروفي تي اللي في الاخر. يبقى اي سؤال عندي بكان بجاوب عليه بيس او نو، خلاص، وبعكس بقى الفاعل مع الفعل المساعد. اتفقنا؟ طيب بعد كده يا شباب عندي يونت 4، يونت 4 اللي هي الوحده الرابعه. نشوف مع بعض كده يا شباب الوحده الرابعه بتتكلم معايا على حاجه مهمه جدا اللي هي زير از وزير ار، وبتتكلم معايا عن البريزنت كونتينوس. هنشرح زير از وزير ار كده، هي يعني ايه زير از؟ زير از معناها يوجد، زير از معناها يوجد. يبقى انا هقول له هنا زير بيجي وراها حاجتين، يا اما يجي وراها از، يا اما يجي وراها يا شباب ار، وفي كلتا الحالتين اسمها يوجد، في كلتا الحالتين هي اسمها يوجد للمضارع طبعا. زير از طبعا كلكم عارفين ان از دي للمفرد. طيب عشان يجي حاجه مفرد لازم يكون اي اسم مفرد بيكون قبله يا اما يا اما ان، واحنا عارفين يا شباب قبل الاسماء المفرد كلها، وان الاسم المفرد اللي بيبدا بصوت متحرك زي ان ابل. خلاص يبقى انا عندي اي زير از لو هتكلم عن حاجه مفرد، يبقى زير از ا اور ان وحاجه مفرد. طيب زير ار على طول بيجي وراها حاجه جمع، حاجه يا شباب جمع، يعني ممكن يجي حاجه جمع غالبا بيكون اخرها اس او ان يكون جمع شاذ. يبقى كلمه يوجد عندي there is أو there are. there is أو an حاجة مفرد، there are حاجة جمع. طيب دي بالنسبة لكلمة يوجد. طب لما أحب أنفيها بقى أقول إزاي؟ هقول لا يوجد، هي هي نفس القاعدة بالظبط. there هقول له هنا isn't، هنفي بإيه؟ إن أبوستروفتي أو aren't. حد يقول لي كده يا شباب isn't هيجي وراها؟ طبعا مفرد، يبقى isn't بيجي وراها يا شباب مفرد. طيب aren't جمع، هناخد مثال على الكلام ده. هو جايب لي مثال هنا بيقول لي there از، خلي بالك هنا اجيب لك ا برينتر، برينتر عندي هنا مفرد، عشان كده يا شباب استخدم زير از اللي هي معناها يوجد للمفرد. طيب هنا بقى ذير ار، جايب لي كلمه بويز، سام بويز، بويز دي جمع، عشان كده استخدم معاها ذير ار. يبقى انا عندي اللعبه كلها برضو لعبه مفرد وجمع. احدد بقى اللي بعد از لازم يكون مفرد، واللي بعد ار لازم يكون جمع. طيب في النفي برضو نفس الكلام، بيقول لي ذير ازنت اني ووتر، خلي بالك ووتر دي انكاونتبل. الاسماء الانكاونتبل هتاخدها كلها ان شاء الله في الوحده السادسه، هي الاسماء التي لا تعد، الاسامي التي لا تعد بتتعامل معامله المفرد، اللي هي ممكن نقول المشروبات بشكل عام والكلام ده. طيب كلمه ووتر دي لا تعد، فكده بتتعامل معامله المفرد، فهتاخد زير از او زير ازنت. تمام.
هنا في كلمة تابلتس طبعا دي جمع، عشان جمع استخدم معاها ذير ارنت، يبقى النفي والاثبات ار او ارنت او از او ازنت، كل حاجة اللي بيجي ورا مفرد هو هو، واللي بيجي ورا جمع هو هو. طيب في الحالة التالتة بقى عندي اللي هي حالة السؤال. هنا في السؤال أنا عندي از وار في الإثبات والنفي، بسأل بيهم بقى خلاص، دول بيكون معناهم هل، هل يوجد، يبقى هنا أقول له از، وهنا أقول له يا شباب ار، والاتنين بيجي بعدهم منهم كلمة ذير عشان يبقى معناها هل يوجد. بس في حاجة، السؤال بهل يوجد للمفرد لازم يجي هنا حاجة إيه؟ مفرد، يبقى از ذير أ بوك، هل يوجد كتاب. طيب السؤال بهل ذير للجمع لازم أقول ار ذير بويز مثلا، هل يوجد أولاد أو إني بويز. يبقى في السؤال برضو عندي برضو اللعبة، لعبة مفرد وجمع، اللعبة كلها في سنة أولى إعدادي لعبة مفرد وجمع، عندك زير إز وزير آر، زير إز بيجي وراها حاجة مفرد، زير آر بيجي وراها حاجة جمع، في النفي زير إزنت وزير آرنت، زير إزنت بيجي وراها حاجة مفرد وزير آرنت بيجي وراها حاجة جمع، في السؤال عندي إز زير مفرد أو آر زير مفرد، واضحة يا شباب؟ طيب ده بالنسبة للجزء اللي يخص عندي، اللي يخص عندي يا شباب اللي هو زير إز وزير آر. بعد كده عندي حاجة مهمة بقى اللي هي present continuous. ايه هو present continuous؟ المضارع المستمر. الوحده الرابعه برضو احنا لسه في يونت 4، يونت 4 عندي زمن present continuous مضارع مستمر. خلي بالك لما اقول لك كلمه المضارع المستمر، ركز كده في الحته اللي انا هكتبها لك دي، كلمه مستمر دي في الانجليش كله هتلاقيها اي ان جي، برمز لها بايه؟ اي ان جي. اي حاجه هتلاقي فيها زمن مستمر يبقى فيها اي ان جي. والمضارع غالبا يا شباب بيكون فيه ام واز وار. طيب ايه هو المضارع المستمر؟ هو ام واز وار زائد الفعل المضاف له اي ان جي. طيب في ناس لسه في اولى اعدادي برضه ما تعرفش ام واز وار بيجوا ازاي. هقول لك عندي ضمائر فعل هم اي لوحدها بقى، وهي شي ات، وعندي الجمع اللي هو وي ويو وذي. تكوين زمن المضارع المستمر لازم 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 اي بيجي بعد منها ام، هي شي ات بيجي بعد منها از، وي يو زي بيجي بعد منها ار. يبقى انا لازم اكون حافظ الحاجات دي، ادي واحد الفعل، اتنين ام واز ار. طيب ام واز ار يا شباب لازم لو هيجي بعدهم فعل، وخلي بالك لازم 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 لو هيجي بعدهم فعل يجي معاهم الاي ان جي. يعني يا مستر في الانجليش ام واز ار غالبا بيجي وراهم الفعل مضاف له ان جي، دايما بيجي وراهم الفعل مضاف له اي ان جي. يبقى اي ام بلاينج، هي شي ات از بلاينج، وي يو زي ار ايتينج، لازم احط الاي ان جي. ليه؟ انا هقول لك على مثال صغير، اي ان جي دي بنعتبرها مامتهم يا شباب، ام واز ار ما بيجوش من غيرها، لازم 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 انا بقوله عشان بيجي لي اسئله. يعني مثلا هيجيب لي سؤال زي كده يقول لي زي نقط ايتنج، سؤال اهو ايتنج دي اخرها يا شباب اي ان جي، يبقى انا مغمض عيني لازم احط هنا يا ام يا از ار. ابص على مين؟ الفاعل، الفاعل عندي مين؟ زي، بياخد ايه؟ ار، يبقى زي ار ايتنج. لازم 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 ام واز ار مع الفعل المضاف له اي ان جي. والحاله دي يا شباب بيسموها حاله الاثبات، اللي هو الجمله مثبته. عايز اقول مثلا انا اتكلم دلوقتي، هقولها ازاي؟ انا يعني اي، يبقى لازم اقول اي ام، اتكلم يعني توك، هقول توكينج، اي ام توكينج. يبقى انت لازم تجيب الفعل وبعدين فيرب تو بي اللي هو ام واز ار، وبعدين الفعل المضاف له اي ان جي، ده رقم ثلاثه. يبقى المضارع المستمر بيتكون من ثلاث حاجات، الفعل وام واز ار والفعل المضاف له اي ان جي. طيب ده في حالة الإثبات. حالة النفي برضو سهلة، أنا بنفي بحط كلمة not بعد الفعل المساعد، فبقول لك I am not، I am إيه؟ not. طيب هنا ينفع اختصرها وأقول isn't؟ عادي مفيش أي مشكلة، يبقى هي وشي وإت isn't. طيب هنا we you they aren't، أهم حاجة am not isn't aren't، برضو الفعل هيجي في آخره ing. أي am و is و are في الإثبات أو في النفي الفعل بعدهم بيجي مضاف له يا شباب ing. يبقى عندي am والverb مضاف له ing، is والفعل مضاف له ing، are والفعل مضاف له ing. في النفي am not ing isn't ing aren't ing. بتيجي بقى في سؤال الكوريكت يسألك القصه دي، في ممكن يشيل لك هنا الفعل، في ممكن يجيب لك سؤال زي كده يقول لك مثلا هنا مثلا يقول لي نقط am playing، هنا شال لي الفاعل. تخيل حد هيقول لي دي سهله قوي، ده مثلا هتيجي في الامتحان، هو ده اللي بيجي في الامتحان عندي. دي مين؟ am، بتاخد ايه من ضمائر الفعل؟ امشي على الخطوات، دي اتنين ودي تلاته، لسه عايز واحد، يبقى هاخد واحده من السبعه دول. am بتيجي معايا يا شباب مع اي، لعبه سهله. انت احفظ التركيب ده كويس في الاثبات وفي النفي هتعرف تحل، اتفقنا؟ طيب لسه حاله واحده بقى، حاله السؤال. انا سامع حد بيقول لي طالما عندي ام واز ار هبدا بيهم. خلي بالك لما بيكون عندي فعل مساعد ببدا بيه، يا اما ام يا اما از يا اما ار. طب هيكون معناهم ايه في اول الجمله؟ هيكون معناهم هل، هو ام واز ار في اول الجمله معناهم هل؟ طبعا ام هيجي بعدها فاعل اللي هو ايه؟ اللي هو اي، واز هيجي بعدها فاعل اللي هو هي او شي او ات.
المهم ان يكون فاعل ايه يا شباب؟ مفرد، وار هيجي بعدها فاعل اللي هو وي او يو او ذي. خلي بالك كل حاجه بتيجي وراها حاجات، يعني ام واز وار يا شباب هيجي وراهم الفاعل، هيجي وراهم ايه؟ الفاعل. كل حاجه بتاخد الفاعل بتاعها، كل حاجه بتاخد الفاعل ايه بتاعها. اي والفاعل اللي هو ام اي، از هي، از شي، از ات، هي او شي او ات، وي او يو او ذي، يبقى الفاعل يبقى ايه؟ جمع، يبقى هنا عندي هسال بار. خلاص يا شباب، يبقى ام اي، از هي او شي او ات، ار بي او يو ذي. حد يقول لي كده يا مستر طيب انا في الحاله دي لما اجي اسال هحط في الفعل بقى اي ان جي برضه؟ هقول له دايما ام واز وار فيرب مضاف له اي ان جي، برضه هنا اقول لك فعل اي ان جي. لا لا انا عايز اخد مثال عليها دي عشان افهمها يا مستر. حاضر، لما تيجي هنا تقول لي ار هل يو انت بلاي ولا بلاينج؟ بلاينج. هل انت بلاينج تشيس؟ هل انت بتلعب تشيس ناو دلوقتي؟ يبقى هنا حد بيقول لك يعني هل انت بتلعب شطرنج دلوقتي؟ هنا ادي ار رقم واحد بتاع كده الفاعل. ايه اللي خلاني اختار ار يا شباب؟ لان الفاعل عندي جمع، الفاعل عندي ايه؟ جمع. وفي الاخر عندي الفعل لازم يكون مضاف له اي ان جي، يبقى الفاعل ار ويو والفعل مضاف له اي ان جي. طيب زمن المضارع المستمر ده يا شباب ليه كلمات بتدل عليه؟ ايه الكلمات اللي بتدل على المضارع المستمر؟ اول كلمه عندي اللي هي ات ذا مومنت، يعني لما الاقي في الجمله ات ذا مومنت او ناو اللي انا كاتبها لك دي، الاقي ات ذا مومنت او ناو، يبقى ده زمن اسمه مضارع ايه؟ مستمر. ات ذا مومنت دي معناها في هذه اللحظه ولازم احفظها. تاني كلمه عندي اللي هي كلمه لوك اللي هي انظر. ليه دي معناها بقى يا مستر؟ لان لو انت شايف حد معدي مثلا قدامك فبتقول لصاحبك خلي بالك بص شوف مين اللي معدي، اكيد ده هيحصل في وقت الكلام، والزمن ده الزمن اللي انا بستخدمه في وقت الكلام، وقت حدوث الفعل، وقت حدوث الايه؟ الفعل. طيب يبقى هنا كلمه لوك بتدل على ان الحاجه دي بتحصل دلوقتي، يبقى استخدم بريزنت كونتينوس. يعني ايه استخدم بريزنت كونتينوس؟ يعني ارجع للقاعده اللي انا بقول عليها دي، ما اروحش بقى للمضارع البسيط ولا اروح لاي زمن تاني. ايه اللي يخليني اروح للزمن ده؟ الكشاف. ايه كلمه كشاف دي يا مستر؟ هنسمي الكلمات الداله دي يا شباب كشاف. الكشاف ده اول ما اشوفه ارجع للزمن بتاعه، دي لها كشاف وده ليه كشاف وده ليه كشاف. طيب قلنا ات ذا مومنت، قلنا لوك، قلنا كلمه ليسن. ليسن يعني استمع، زي ما حد يقول لك اسمعني، اسمعني دلوقتي. استمع دي يا شباب معناها ان ده بيحصل دلوقتي وقت الايه؟ الكلام. واتش اوت، واتش اوت معناها احترس. لو انت لا قدر الله معدي وبتقول لواحد صاحبك خلي بالك العجله هتخبطك، فخلي بالك دي معناها ان العجله داخله عليه دلوقتي هوب هيتخبط، يبقى كلمه واتش اوت معناها احترس. كلمه ناو معناها الان، ودي اهم كلمه اللي بتيجي في الامتحانات. اول ما الاقي ناو احقق الزمن بتاعي، احقق يا شباب الزمن بتاعي. وبعد كده عندي كلمه ات بريزنت يعني في الوقت الحاضر. طيب ايه اللي لما الاقي كلمه من الكلمات دي اعمل ايه؟ على طول ارص له اي ام فعل مضاف له اي ان جي، هي شي وات از والفعل مضاف له اي ان جي، وي يو ذي ار فعل مضاف له اي ان جي، على طول اروح للزمن ده، اروح للقاعده اللي المستر شرحها في الكراسه. اتمنى يكون الشرح واصل. دي بالنسبه ليونت 4 الوحده الرابعه، شرحنا فيها زير از وزير ار، وشرحنا فيها البريزنت كونتينوس اللي هو المضارع المستمر. طيب نبدا مع بعض بعد كده يا شباب في يونت 5. يونت 5 عندي وحده مهمه جدا، الزمن بتاعها سهل جدا عليكم اللي هو زمن الماضي البسيط. وخلي بالك زمن الماضي البسيط من الازمنه السهله، ومحتاج منك انك تركز معايا عشان هجيب لك دلوقتي حاجه مهمه جدا تحفظها معايا في الزمن ده. خلي بالك بس سمبل ده حاجه حصلت، حاجه ايه يا شباب؟ حصلت وخلصت وانتهت، يبقى زمن الماضي البسيط ده مبدئيا كده بيتكلم عن حاجه اللي انتهت. طيب هعرف منين الحاجه دي انتهت؟ انا ايه اللي عرفني الحاجه دي خلصت؟ اكيد هتلاقي كشاف. ايه هو الكشاف؟ الكي ووردز. ايه الكي ووردز؟ الكلمه اللي بتدل على الزمن. طيب ايه بقى اللي بتدل على الزمن الماضي البسيط؟ كلمه يسترداي اللي هي معناها امبارح، كلمه لاست واي حاجه معاها، طبعا لاست ويك، لاست يير، لاست مانث، كلمه اجو، وكلمه ان ذا باست يعني في الماضي، وكلمه ان واي سنه فاتت، واي سنه فاتت يعني احنا السنه دي يا شباب في 2022، اي سنه قبل كده ده ماضي بالنسبه لك. خلاص حتى اللي هو الاسبوع اللي فات يعني. فهنا يا شباب عندي بيقول لي يسترداي ده امس، لاست برضه بتدل على الماضي، اجو، دول اشهر ثلاث حاجات بيجوا، وان واي سنه فاتت، وان ذا باست يعني في الماضي. طيب انا شفت كلمه من دول في الجمله، هرجع احط الفعل ازاي عندي يا مستر؟ هشتغل ازاي؟ اولا بيتكون الماضي البسيط اللي هو الباست سمبل اللي هو زمن الماضي البسيط. التكوين بتاعها يا شباب بيتكون عندي من الفعل في التصريف الثاني. يعني ايه الفعل في التصريف الثاني؟ التصريف الثاني في الفعل ده ان انا احط الفعل يا شباب في الاخر اي دي. طيب لو الفعل منتهي باي زي فعل بيك بحط له دي بس. طب لو الفعل منتهي بواي زي كراي اخرها واي قبلها حرف ساكن بشيل الواي واحط مكانها اي اي دي. يبقى عشان نبقى مختصرين الموضوع كده، فعل في التصريف الثاني او الفعل في الماضي اللي هو فعل اخره يا شباب اي دي، الفعل اخره اي دي او تي او اي دي. طيب ده بالنسبه للفعل في التصريف الثاني بس كده يا مستر؟ لا، قال لك كمان في عندي حاجه اسمها افعال
شاذة. ايه الافعال الشاذة دي بقى يا مستر؟ الافعال الشاذة دي يا شباب اللي هو زي جو الماضي منه وانت. الله، طب انا اعرفها ازاي دي؟ لازم تحفظ، تحفظ كما هي. ودي موجودة عندك في الكتاب بتاع اولى اعدادي، في كتاب جيم والمعاصر وبيت باي بيت، موجود في كل يونت كده خمس ست افعال، يعني عليك في المنهج كله مش مكمل 20 فعل شاذ، لازم تحفظهم وكلهم سهلين. طيب انا هدي لك دلوقتي ورقة كده تبص فيها، الورقة دي ماسكة الافعال الشاذة كلها، بس مش في سنة اولى اعدادي بس يا شباب، لا ماسكة الافعال الشاذة كلها للمنهج بالكامل، اولى اعدادي وثانية اعدادي وثالثة اعدادي، هتحتفظ بيها عندك على الموبايل بتاعك، وكل سنة هتبقى مرجع بالنسبة لك. ليه؟ لان دي اسهل طريقه لحفظ الافعال الشاذ. اولا الفعل الشاذ ده هو ثلاث تصرفات، اي فعل عندي في اللغه الانجليزيه في ثلاث تصرفات، تصريف اول، تصريف ثاني، تصريف ثالث. التصريف الثالث انت لسه ما خدتش حاجه في التصريف الثالث، لكن محتاج ان انت تحفظه، هتلاقيه موجود عندك في الكتاب اللي انت بتحفظ منه بالثلاث تصرفات بتاعته. طيب المشكله ان انا بنساه، يعني ما اجي احفظ مثلا فعل في التصريف الاول والثاني والثالث بنساه، بنساه ليه؟ لان الافعال دي متشابهه وبعدين تتلخبط فيها كلها. طيب الحل في الموضوع ده انك تحفظها في صيغه مجموعات، تحفظها في صيغه ايه؟ مجموعات، كل مجموعه صوتيه شبه الثانيه بتحفظها وبتعملها اغنيه. يعني هتلاقيني هنا حاطط لك كلمه كات، ده التصريف الاول اللي هو المصدر، التصريف الثاني اللي هو الماضي، والتصريف الثالث منها. هتقول لي هنا كات كات كات، يبقى دي ما بتتغيرش في الثلاث تصريفات، هتحفظها زي ما هي يا شباب. كات كات كات، كوست كوست كوست، ليت ليت ليت، بوت بوت بوت، يبقى دي كده على بعضها كده اسمها ايه يا شباب؟ طبعا ست ست ست، دي مجموعه كده واحده بتحفظها بالشكل ده. طيب المجموعه الثانيه باي بوت بوت، برينج بروت بروت، ثينك ثوت ثوت، تيتش توت توت، ودي المجموعه الثانيه. خلاص الورقه دي فيها كل الافعال الشاذه اللي موجوده عليك لغايه ان شاء الله اولى ثانوي وثانيه ثانوي كمان، هي دي اللي انت المفروض تبقى طالع بيها من اولى اعدادي لثانيه اعدادي. مش قادر تحفظها دلوقتي عشان الامتحان، خليها معاك على الموبايل، وان شاء الله في الترم الثاني نحفظها سوا وتحفظها بالتفصيل، صدقني دي مرجع بالنسبه لك مهم جدا. هسيب لك بقى الورقه دي موجوده في وصف الفيديو، اتفضل حملها عادي وابدا اشتغل منها على طول، وخليها معاك كل امتحان تشتغل منها. طيب نرجع بقى، احنا اتفقنا ان في عندي حاجه اسمها الافعال الشاذه. طيب انا عندي عايز مثال هنا مستر، هقول لك هنا اي نوت تو ذا زو، وجايب لي في الاخر هنا كلمه يسترداي، وبقول لي كمل الجمله دي، جايب لي طبعا يسترداي. خلي بالك يسترداي دي احنا قلنا بتدل على ايه؟ الماضي البسيط، يعني بتدل ان الحاجه دي خلصت، يبقى الفعل هنا هتحط فين يا شباب؟ في الماضي، يعني فين؟ يا اما اخره اي دي يا اما فعل شاذ. طيب جاب لي في الاجابه جو طبعا، وبعدين جاب لي went، وبعدين جاب لي مثلا كلمه played او play. خلي بالك بقى انا عندي هنا مستر عايز يقول انا ذهبت، ايه اللي خلاني اقول ذهبت؟ ليه ما اقولش اذهب؟ عشان الفعل فين؟ في الماضي. ايه اللي عرفني الفعل في الماضي؟ الكشاف او الكي ووردز، الكلمه الداله دي يا شباب هي بسميها الكشاف بتاع اللغه الانجليزيه. ليه؟ دي اللي بتعرفني الجمله دي في زمن ايه؟ الجمله دي كده في زمن الماضي، ايه اللي عرفني؟ يا سعودي، يعني كل جمله هتجي لي هيكون فيها مستر الكشاف اللي بتقول عليه ده؟ اه طبعا. طب انا هحفظه؟ لازم تكون حافظه. المضارع المستمر قلناه هنا الماضي البسيط لازم احفظه لوحده وده احفظه لوحده. لقيت حاجه من هنا تحقق الزمن ده، لقيت حاجه من هنا تحقق الزمن ده، يبقى اللي بيتحكم معايا وفي نوع الفعل وفي نوع الزمن هو الكي ووردز او الكلمه الداله. طيب هنا انا اختار ايه بقى؟ اختار الماضي، الماضي من جو وانت. طب انت حافظه؟ اه. طب لو مش حافظه في مشكله، لازم ترجع للافعال بتاعتك كلها اللي موجوده في الكتاب وتحفظها على مهلك وتراجعها على مهلك. طيب القاعده الاولى ان انا بستخدم الفعل في التصريف الثاني او الفعل بيكون شاذ بستخدمه برضه في التصريف الثاني. طب لو انا بنفي الجمله بقى يا مستر، قال لك اه الماضي البسيط تحديدا بينفى بكلمه واحده بس اسمها didn't، وdidn't دي يا شباب خلي بالك خاصه بالماضي بس، بيجي قبلها كل الفعل، اي فعل اي وي يو زي هي شي ات احمد علي ابراهيم، اي فعل بيجي بعد منه didn't، وبعدين خلي بالك didn't دي بيجي وراها الفعل فين؟ في المصدر، ودي اهم نقطه بتتسال فيها في الامتحان، didn't هيجي وراها مصدر الفعل، didn't هيجي وراها فعل في المصدر. يعني اقول له مثلا هنا كنا بنقول انا ذهبت الى حديقه الحيوان، عايز اقول انا ما رحتش بقى حديقه الحيوان، هقولها ازاي؟ هقول له اي، برافو عليكم، معناها لا didn't لم اذهب، بس اهم حاجه هيجي وراها وانت يا شباب؟ لا. ليه؟ لان الفعل بيجي فين؟ في المصدر. خلي بالك بقى لما تلاقي didn't تحط لي جو. ايه ده؟ ايه ده؟ استنى يا مستر، جو هكتب يستر دي في الاخر؟ اه. طب هو ينفع؟ ينفع في حاله النفي والسؤال، لان النفي عندي فيه didn't، يبقى didn't جو ذا زو، واقول له في الاخر ايه يا شباب؟ يسترداي عادي. ازاي الكلام ده؟ يعني الفعل يجي في المصدر، طالما في didn't لازم الفعل يجي فين؟ في المصدر، طالما في didn't لازم الفعل يجي في المصدر. انا باكد على المعلومه يا شباب، دي حاله النفي.
طيب لو انا هسأل بسأل بايه؟ طالما عندي didn't بطلعها بره، اسأل بيها تبقى did you. وخلي بالك برضو السؤال did بيجي وراه الفعل فين؟ في المصدر. يبقى السؤال برضو الفعل هيجي فين؟ في المصدر. المصدر عندي اللي هو go، يبقى did you go واكمل جملتي عادي ويبقى ده السؤال. طيب السؤال ب did بجاوب عليه ب yes or no زي ما اتفقنا، قلنا did و do و does في اول جمله معناهم هل، بسأل عليهم ب did ب yes or no. خلي بالك هنا did في اول جمله معناها ايه؟ هل. طيب كده بتهيألي يا شباب زمن الماضي البسيط كل حاجه اتشرحت فيه، الجمل كلها. هنا بيقول لي I arrived، ده طبعا فعل منتظم اخره اي دي، وبيقول لي الجمله بتاعتي خالص ان انا وصلت متأخر يعني للمدرسه. ايه اللي خلاني اختار الزمن الماضي؟ لان في كيوردز في الجمله بتدل على الماضي البسيط. هنا برضو بيقول لي يو بوت، يو بوت دي بتدل على الماضي البسيط. ليه؟ لان بوت هي الماضي من باي. طيب لما يجي يستخدم اي ديد نوت، ديد نوت هي هي ديدنت. لما يجي يستخدم معايا اي ديدنت او اي ديد نوت لازم يشيل الاي دي، لازم يشيل الدي، بتبقى ارايف. طب هنا يو ديدنت اقول باي ولا بوت؟ باي. ليه رجعتها للمصدر؟ لان ديدنت بيجي ورا الفعل فين؟ في المصدر. يبقى في حاله النفي الفعل بيجي في المصدر. طب حاله السؤال ديد برضو، برضو الفعل هيجي فين؟ في المصدر. خلي بالك كده ديد يو واتش، ما قالش واتشد، مع ان الجمله في زمن الماضي لاست نايت، بس هنا بحط الفعل في المصدر عشان ديد. اتفقنا؟ طيب بعد كده يا شباب عندي حاله اخيره في زمن الماضي البسيط اللي هي فيرب تو بي. ايه هو فيرب تو بي؟ اللي هو ام واز وار. طبعا انت فاكر الفعل ده كويس وعارف ام واز وار، هتاخد بس الماضي منهم بسرعه كده. الماضي منهم يا شباب هي اي، هنكتب بقى الافعال كلها، وهي وشي وات وي ويو وذي. طبعا احنا قلنا ان اي دايما بنحطها مع الجمع في كل حاجه، في المضارع البسيط وفي هاف وكل حاجه، الا حاله واحده بس، حاله واز وير. حاله ايه يا شباب؟ واز وير، اللي هي فيرب تو بي. لما جينا في واز وير قلنا الفعل المفرد ده كله هياخد واز، هياخد ايه يا شباب؟ واز بمعنى كان. يعني هنا هي واز، هو كان هابي سعيد، هو كان حزين، يبقى هي وشي وات بيجي وراها واز. طيب الجمع اللي هو وي ويو سي، لا قلنا دي بيجي وراها كلمه وير، يبقى عندي كلمه اسمها واز وير، كلمه اسمها ايه؟ واز وير. طب امال اي، اي ما لقيتش حاجه فخدت اقرب حاجه ليها اللي هي واز، يبقى اي خدت واز بس في الحاله دي، بعد كده خلاص مش هتستخدم منهم حاجه تاني. تاني كده معايا اي واز، هي شي ات واز، وي يو ذي وير. خلي بالك لما باجي اتكلم هنا بقول ايه؟ بقول اي واز هانجري. اي اخدت ايه يا شباب؟ اخدت واز، يبقى اي واز هانجري يعني انا كنت جعان. طيب هنا لما باجي انفي بنفي برضه بايه؟ بان ابوستروف تي. طب ينفع ان انا اقول wasn't؟ ينفع اقول wasn't اللي هي ان ابوستروف تي، بس انا بختصرها فاقولها wasn't اللي هي بتساوي was not. طيب دي برضه تبقى weren't عادي اللي هي were not. تعال نشوفها هنا، كاتب لي هنا هي wasn't at school يعني هو ما كانش في المدرسه، مش موجود في المدرسه يعني. طيب في الجامعه بقى they، بقول where في الاثبات طبعا زي where. طيب في النفي there weren't. اتفقنا؟ طيب في السؤال، في السؤال كل اللي عليا ان انا هطلع was where بره واسال بقى was I كذا. يبقى انا بسال ازاي؟ بقول was واحط الفاعل. طيب was هيجي ورا فاعل ايه؟ I او he او she او it، فاعل مفرد. طيب we you they، لا هسال ب where، هسال بايه؟ where they sad، معناها ايه دي؟ هل هم زعلانين يعني. ده اسمه ايه يا شباب؟ اسمه verb to be في الماضي. ايه هو verb to be في الماضي البسيط؟ اللي هو was where. ايه was بتيجي مع ايه؟ مع اربع ضماير، ايه؟ I و he و she و it. where بتيجي مع الجمع اللي هو we you they. كده يا شباب يبقى الوحدة الخامسة كلها بتتكلم عن الماضي البسيط وفهمناها بالتفصيل. هنبدأ بعد كده في آخر حاجة اللي هي الوحدة السادسة، يونت 6. خلي بالك الوحدة الأخيرة عندي بتتكلم عن حاجة مهمة جدا، ودي دايما بتيجي في الامتحانات، اللي هي يا شباب قاعدة عندي مهمة اللي هي قاعدة should وشودنت. خلي بالك بقى should وشودنت، أي فاعل هي بالظبط شبه قاعدة كان اللي خدها دلوقتي وفاكرها معايا اللي هي موجودة عندي في الوحدة الثالثة. أي فاعل I, we, you, they, he, she, it، أي فاعل يا شباب بيجي بعد منه كلمة should معناها يجب، معناها إيه؟ يجب. القاعدة بتاعتها إن بيجي وراها الفعل فين؟ في المصدر. يبقى أنا مغمض شفت should أحط الفعل في المصدر. طيب ده في حالة الإيه؟ الإثبات. طب إدينا مثال يا مستر عشان نبقى واضح الموضوع. هقول لك مثلا I أو خلينا نقول you should يعني يجب عليك، وأقول لك study hard. يعني ايه يو شود ستادي هارد؟ لازم انك تذاكر بجد، ربنا يوفقك والامتحانات قربت، الناس كلها تذاكر عشان ان شاء الله نفرح مع بعض على القناه هنا بالنتائج بتاعتكم. وان شاء الله يا شباب احب افكرك ان انت اول ما تخلص امتحانك وهتطلع من امتحان الانجليزي هتلاقيني منزل لك على طول شرح وحل كتاب المعاصر وكتاب جيم وكتاب بيت باي بيت اولى اعدادي الترم الثاني، كله هيكون موجود على القناه بالترتيب زي ما احنا شغالين في الترم الاول. طيب اتفقنا يو شود بيجي ورا الفعل فين؟ في المصدر اللي هو ستادي. هنا قلت ستادي مش ستادينج ولا ستادد، قلت يا شباب الفعل في المصدر.
طيب دي حالة اسمها الإثبات. أما حالة النفي بقى، حالة النفي برضو بستخدم كلمة اسمها shouldn't، بستخدم كلمة اسمها يا شباب shouldn't، بحط لها بس في الآخر إن أو أصرف تي. طيب إيه الفرق بين should و shouldn't؟ should معناها يجب، يبقى هتبقى حاجة كويسة، حاجة إيه؟ كويسة، حاجة إيجابية. أما shouldn't معناها لا يجب، يبقى أكيد هتبقى حاجة سلبية، حاجة يا شباب سلبية. طب shouldn't برضو هيجي ورا الفعل فين؟ في المصدر وقبلها أي فاعل، عادي جدا. طيب ناخد مثال على الكلام ده؟ حاضر. لما أجي أقول لك مثلا يو shouldn't، طبعا اتفقنا shouldn't معناها لا يجب، you shouldn't، واقول لك بعد كده smoke، لا يجب انك انت تدخن، حد بيقول لحد يعني لا يجب انك تدخن، طبعا دي حاجه سلبيه، عشان كده استخدمنا shouldn't. وsmoke جايه فين؟ في المصدر. اهم حاجه ان should و shouldn't يجي وراهم الفعل في المصدر. السؤال بيجي لك should نقط، shouldn't نقط، يبقى انت محتاج الفعل فين؟ في المصدر. تالت حاله اللي هي حاله السؤال، حالة السؤال اللي انا هبدأ السؤال بيه يا شباب بشود، وهنا شود معناها هل يجب، معناها يا شباب هل يجب، وهيجي بعدها الفاعل بس كده، هل يجب، هل يجب عليك، يبقى شود والفاعل، وبعدين يا شباب الفعل برضو في المصدر. في كل حالات شود بيجي الفعل فين؟ في المصدر، يبقى شود بيجي وراها الفعل في المصدر، شود انت بيجي وراها الفعل في المصدر، شود الفعل في المصدر، شود انت الفعل في المصدر، في السؤال فعل في المصدر. طب ناخد مثال على الجزئية الأخيرة دي، كلمة شود ما تيجي في اول الجمله بيجي بعدها يو، يعني هل يجب عليك انك انت مثلا ستادي، تذاكر، حد بيسال حد هل يجب عليك انت تذاكر، فبقول له شود يو ستادي. خلي بالك شود معناها هل يجب، ده سؤال، يو الفاعل، ستادي الفعل فين؟ في المصدر. وبكده شباب تبقى الست وحدات مراجعه سريعه، معلش انا براجع معاك بسرعه عشان عارف ان انت ما عندكش وقت ان انا اشرح لك بالتفصيل. طبعا الفتره اللي فاتت احنا شرحنا بما فيه الكفايه وحلينا التمارين، وزي ما قلت لك اهم حاجه حل التمارين، اهم حاجه هتنفعك في اللغه الانجليزيه صدقني مش اي حاجه غير حل التمارين. وانت بتحل التدريبات معايا، وانت بتحل التمارين راجع معايا الكلمات، حاول تفهم السؤال بيتحل ازاي، وهو ده ان شاء الله اللي هيخليك متفوق في الانجليزي وهيخليك تجيب درجه كويسه. اتمنى ربنا يوفقكم كلكم في الامتحان ان شاء الله، وكلكم تجيبوا درجات كويسه، وان شاء الله نتقابل مع بعض في الترم الثاني. ولو في حد عنده اي حاجه مش فاهمها يكتبها لي في التعليقات وانا هوضحها له باذن الله.